صعدت ميليشيات الحوثي هجماتها ضد القوات المشتركة في جبهة محافظة الضالع، معلنين بذلك عدم التزامهم باتفاق الهدنة الإنسانية المفترضة في محور تلك المناطق التي تعاني أزمة إنسانية بسبب القتال العنيف منذ سنوات ونتيجة انقطاع الطريق الرئيسي لنقل البضائع والمسافرين بين الشمال والجنوب. وذكرت مصادر عسكرية أن الحوثيين حاولوا التقدم إلى بعض المناطق والمواقع التي خسروها في الأسابيع الماضية، وفي الوقت نفسه أعقوا خطة فتح ممر إنساني.